قطران بلدة صحراوية تقع جنوب العاصمة الأردنية عمان، وتتوسط الطريق الدولي بين شمالي وجنوبي البلاد، بلدة عبور للمسافرين والشاحنات، ولهذا يصعب على سكانها التمييز بين ساكن البلدة الدائم أو العابر. تقع هذه البناية جنوبي القطرانة. الطابق الأرضي عبارة عن محال تجارية، أما الطابق الأول فيضم شققا سكنية لا يمكن اليوم الوصول إليها، ففي جنباتها لا تزال تختبئ الكثير من الأسرار، بدءا برائحة البارود التي فجرت كل شيء. من خلال اطلاعي على الصور اللي نشرت، أعتقد عملية التصنيع اللي بيقوموا بها هي عملية بدائية وبطريقة بدائية وبمواد أولية بدائية، بحيث إنها لا ترقى إلى ما يسمى مستوى المتفجرات الحقيقية، متفجرات عالية الانفجار، ولكنها المتفجرات الواطية التي تكون نتاج من بعض المواد مثل نترات الأمونيا والديزل وغير ذلك تخلط بنسب معينة، ويبدو أنه حدث خللا ما وبالتالي أدى إلى حدوث الانفجار. أعتقد أن الخلل هو كان ضربة حظ جيد للأردن. أحد العاملين في البقالة الواقعة في الطابق السفلي من المبنى أبلغ مالك البناية الذي حضر برفقة اثنين من أفراد الشرطة، وما أن فتح باب الشقة حتى انهال عليهم وابل من الرصاص، قتل أحد رجال الشرطة على الفور، لكن الآخر استطاع الخروج من المبنى وتوجه إلى مركز الشرطة الذي يبعد أقل من كيلو متر واحد ليبلغ عما حدث. عندما تم إرسال اثنين من البحث الجنائي يجب أن لا يذهبوا بهذه الطريقة، وأنا هنا أتحدث كجنرال سابق، يجب أخذ احتياطات الأمان الكافية. أنت تتجه إلى منطقة مشتبه بوجود جماعات إرهابية خاصة مع رائحة البارود، كان يجب أن تذهب قوة أكبر وتتخذ إجراءات فاعلة أكثر، وبالتالي كان يمكن تجنيب الكرك كل ما حصل. تحت تهديد السلاح استولى الإرهابيون على مركبة مالك المبنى وانطلقوا باتجاه الغرب إلى مدينة الكرك. أعتقد أي إنسان كان مكانهم سيتجه إلى الكرك. هناك أربعة اتجاهات أمامه، إما أن يتجه شمالا وهي طريق مفتوحة وستكون فيها نقاط غلق وهناك سجن سواقة إلى غير ذلك وسيتم إلقاء القبض عليه، باتجاه الجنوب باتجاه الطفيلة واتجاه متابعة إلى العقبة كذلك الطريق مكشوفة، إلى الشرق صحراء مفتوحة سيتم مطاردتهم بالطائرات العمودية. إذن ما هو الخيار؟ الخيار أن يتجه باتجاه الكرك، مسافة 50 كيلومتر، الطريق صعبة في كثير من مناطقها، يوجد بلدات منتشرة، يوجد مشاريع مصانع، يوجد مزارع، إذن هناك فرصة أمامه للنجاة. خلال رحلة الفرار باتجاه الكرك استبدل أفراد الخلية السيارة التي سرقوها بأخرى أحضرها أحدهم، وخلال الطريق أطلقوا النار باتجاه إحدى دوريات الشرطة. للوصول إلى قلعة الكرك الأثرية كان على أفراد المجموعة تجاوز 4 إشارات مرورية وسلوك سلسلة من الطرق المتعرجة، إضافة إلى أزمة السير التي عادة ما تشهدها المدينة. استهدف الإرهابيون المركز الأمني المتاخمة لمدخل القلعة من الجهة الشمالية، فقتلوا أحد أفراد الشرطة لتنتهي المرحلة الأولى من العملية. المرحلة الثانية بدأت بدخول المسلحين إلى قلعة الكرك وسيطروا على أبراجها من الجهة الشمالية وبدأوا باستهداف قوات الأمن والمواطنين. للوهلة الأولى لم يدر في أذهان من سمع صوت العيارات النارية بأن المدينة تتعرض لهجوم إرهابي، ومع تصاعد وتيرة إطلاق النار وتنوع تلك الأصوات بين سلاح فردي وأسلحة قتالية تغير الحال. والله انا بايعين هذا، اي والله انما يا زلمه بطخوا علينا قاعدين. بدايه الامر كان صوت اطلاق العيارات الناريه كان من فرود مسدسات، قلنا بجوز عرس بجوز، بس مو وقت عرس يعني. بعد دقائق صار الصوت من صوت بواريد.
طلعنا للقلعة، القلعة قريبة لنا يعني حوالي أبو 500 متر أو 600 متر. شاهدنا المركز الأمني بقاوم، ولكن حسينا أنه الأسلحة اللي معهم كانت أسلحة ميم يعني ما بتقوم في هيك أمر. حسينا أنه المركز الأمني بطل يطلق عيارات نارية، صار الطخ كله منين؟ من الإرهابيين. نجيب عتاد؟ ما في أي مركز أمني نروح عليه؟ فزعنا زي هالفزعات اللي فزعوها الناس للحجازي ولا غيره. لقينا هالمصاب قدامنا الجلل، دخلنا على القلعة في حجارنا بس لا أقل ولا أكثر. لما سمعنا أنه في إطلاق عيارات نارية عند مركز الشرطة فزعنا إلهم، وقمنا في عملية اقتحام للقلعة لملاحقة هؤلاء المسلحين، وتم إصابة مجموعة من رجال الشرطة والمواطنيين. استمر تبادل إطلاق النار بين أفراد المجموعة الإرهابية والمواطنين الذين جلبوا أسلحتهم الشخصية. استطاع عدد من المدنيين الدخول إلى القلعة وإخراج من كانوا فيها من سياح، وأثناء ذلك تعرض عدد منهم لإطلاق نار أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة ومواطنين وسائحة كندية، إضافة إلى إصابة العشرات بعيارات نارية. شفنا الناس ملتم بجمهور من الناس عند باب المركز، فطلعنا على المركز وشفنا ما فينا زملاء الشرطة اهل بلدنا يعني على البلاد، يعني اشي مرمي اشي في يده وفي اشي في ظهره ما بزبط، فحبيت اروح اجيبه اسحبه من اساعدهم، يعني كان ثقيل عليهم، كان مغيب اتوقع او اشي زي هيك، كان ثقيل عليهم فحبيت اسحبه فصوبت انا في ايدي الشمال. فكان الوضع المزري ان الشرطي، انا ما حسيت في الطلق اللي فات، انا همي اني اسحب الشرطي. استمر توافد سكان المدينة إلى مركز الحدث. مرت ساعتان قبل أن تصل تعزيزات مكونة من رجال الدرك المدربين على التعامل مع مثل هذه المواقف، واشتبكت قوات الدرك مع المسلحين لفترة ناهزت 10 ساعات سقط خلالها المزيد من الضحايا. هم على مستوى عالي من الأداء المهني والميداني والكفاءة القتالية، وبالتالي عندما نتحدث عن فترة اشتباك بالساعات لا نتحدث عن كمية الذخيرة التي يحملها الفرد بقدر ما نتحدث عن مهارة الفرد في استخدام السلاح. بدل أن يطلق 20 طلقة في ضغطة زند واحدة، هو يطلق طلقة واحدة قاتلة، فبالتالي هذا يدل على أن لديهم مستوى عالي من التدريب والمهارة. هذه قلعة الكرخ يعني الواجهة الأمامية كانت عالية وكانوا متحصنين وراها، إحنا ما بنشوف إلا القتلى والجرحى على الشارع الرئيسي، ما كانوا مبينين إلا سلاحهم كان مبين، ما كانوا يعني هم كأشخاص مبينين، وما كنا نعرف قديش في واحد قديش العدد الموجود. تقول أجهزة الأمن أن ظروفا ميدانية وأخرى طبيعية لعبت دورا هاما في استمرار المواجهات حتى ساعات متأخرة من الليل. هناك عدد من العوامل أثرت على زمن المواجهة اللي تم بين الأجهزة الأمنية والمجموعة الإرهابية، أحدها طبيعة المنطقة الجبلية، اثنين سعات الشوارع المؤدية إلى القلعة والمركز الأمني ضيقة جدا، موقع المواجهة اللي صار ما بين المركز الأمني والقلعة يعني لا تتسع إلى حركة آليات، حركة ناقلات للجنود، حركة إسناد. وليلا شكل الضباب تحديا أمام قوات الأمن، كان دورا سلبيا يعني شكل نوع من التحدي والصعوبة، لأنه أنت الآن تحاول أن تتحرى وتبحث من خلال المنظار، من خلال المراقبة البصرية عن أماكن، عن حركته في داخل القلعة وعن الأماكن المحتمل فيها، وبالتالي عندما يتم إطلاق النار عليك أن تتحرى المنطقة التي أطلقت منها النار، عندما تكون عوامل الطبيعة ضدك تكون صعوبة على المهاجم. انتهت العملية بمقتل المسلحين 4 المتحصنين في القلعة وسقوط عدد من رجال الأمن والمدنيين. حشود تجمعت وسعت إلى منع نقل جثث الإرهابيين،
ولم يدر في خلدهم إلى أن الاحتمالات والتوقعات مفتوحة حول من ارتكب تلك العملية. انتهت العملية، لكن تداعياتها بدأت على الفور. تساؤلات كثيرة طفت على السطح، تساؤلات تتعلق بأسباب تأخر وصول التعزيزات وبحالة الإرباك التي اعترت قوات الأمن. على الصعيد الشعبي حمل مواطنو الكرك القوى الأمنية مسؤولية ما جرى، خاصة من حيث ساعات المواجهة وعدد القتلى. تقريبا الأحداث بدأت ما بين الساعة 12:30 والساعة 1. كنا نسمع على الأخبار أنه في سيارة مطلوبة تحركت من القطرانة بعد اكتشاف موقع الخلية من خلال صاحب البيت اللي كان مستأجر. فالمسافة بين القطرانة والكرك تقريبا أكثر من نص ساعة. لم يكن هناك أي استعدادات أمنية أو متابعة على السيارة، بحكم أنه على الأقل في 3-4 دوريات ما بين القطرانة وقلعة الكرك، للأسف ما واحدة بلغت الثانية ولا حدا متابع. اللي صار أنه قد ما حاولنا مع المسؤولين ومع العقدة ومع العمد الموجودين على بناء أنه ندخلهم الطريق، القلعة السرية بتجي على من الباب الرئيسي، بتجي تقريبا لتحت 10 متر على اليمين القلعة، وانت داخل على القلعة الطريق اللي تحمي الأفراد، هما في طريق اللي تحمي الأفراد تبعهم، وكان الجو ضباب، يعني بإمكانهم يدخلوا، بإمكانهم يدخلوا والجو بيساعدهم يسللوا على القلعة، لكن ما أخذوا في كلامنا نهائيا. قد ما حاولنا معهم تقريبا لغاية الساعة، وإحنا واقفين موجودين عندهم لغاية الساعة 5-5:30 المساء. وسط حالة من الذهول والصدمة، وارت القرى والمدن الأردنية جثامين من سقط برصاص الإرهاب. لكن الصدمة الأكبر جاءت بعد الإعلان عن أسماء المنفذين، فهم من سكان محافظة الكرك. اثنان منهم أقوى، أحد أقاربهم يقاتل إلى جانب داعش في سوريا، كما توجد صلة مصاهرة بين اثنين من الإرهابيين، شبكة علاقات محلية بارتباطات خارجية. وهذا يشير إلى وجود عدد كبير من أفراد المجموعة لم يشاركوا في عملية قلعة الكرك، الذي يبدو أنها لم تكن الهدف. أنا الموضوع ليس الكرك فقط، هذا اجتهاد، وليس لحد الآن لم تتضح كافة المعلومات. لكن لما يكون في أحزمة ناسفة 5-6 وفي أسلحة كلاشينات ومخازن وتفجير وقنابل، أنا ما أعتقد أنه الهدف بس قلعة الكرك، قد يكون أكثر، لكن رب سبحانه وتعالى مكننا من اكتشاف هذه الخلية قبل أي إجراء آخر. معلومات جديدة أشارت إلى أن معظم أفراد الخلية إما اعتقلوا سابقا أو سجنوا على خلفيات إرهابية أو الفكر التكفيري. يبدو أنهم استفادوا من تجربة في السجن، بعضهم كان قضى فترة في السجن، ومعظم الذين قاموا بعمليات إرهابية ابتداء من الزرقاوي كان وجودهم في السجن ساعدهم على التكتيك، ساعدهم على الاتصال. المسألة الثانية والبعد المهم أنه شبكة عائلية من الإرهاب، ما يسمى بإرهاب العائلة، وإرهاب العائلة نجحت داعش في تجنيد الأقرباء والأنسباء أو المعارف في خلايا مغلقة، يصعب على قوات الأمن معرفتها أو تتابعها. لم يتأخر تنظيم داعش عن تبني العملية وعلى التهديد بالمزيد. في أثناء ذلك شرعت أجهزة الأمن بحملة اعتقالات كإجراء احترازي من عمليات أخرى قد يشنها داعش. شاهدنا في المرحلة الماضية متعاطفين ربما بالآلاف، لكنهم لم يخرجوا في عمليات، هذه المرة ربما الأولى بشكل واضح بعد العمليات الثلاثة اللي شاهدناهم في هذا العام، التي يخرج فيها التنظيم من حيز التنظير، خلايا في الأردن تخرج من حيز التنظير إلى حيز العمل. المسألة الثانية مسألة المواجهة، في النسخة الداعشية التي تأسست على القاعدة كانت المفاصلة واضحة والخصم محدد، الخصم حددته داعش، وكان واضح من بيان اللي أصدره داعش وتبنى في هذه العملية أنه الخصم يتعلق بالذين يعملون في مؤسسات الدولة، سواء كانوا شرطة أو أمن أو درك أو جيش. يلا طيب.
لم تمضي 24 ساعة حتى استطاعت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية أحد الأشخاص المرتبطين بخلية الكرك. وبعد تسليم نفسه قام بمرافقة الأجهزة الأمنية إلى أحد المنازل في منطقة غريفيلا شمالي المحافظة على اعتبار تسليم أسلحته إلى قوات الأمن، لكن ما حدث يصنف تحت بند الاستدراج لقوات الأمن. استطاع التمويه وبناء الفخ. شخص آخر كان في محيط المنزل يتربص بقوى الأمن. أول شيء جاي سيارة النجدي إنها جاي هون، وكان معهم شرطيين اثنين نزلوا منها وشرطيين. فض واحد من التسوية ملثم ولحقوه، وهو فات سكر الباب وراه وطلع فوق البيت وصار يطخ عليهم. لعيونك أبو بكر البغدادي صار يهتف هيك. فجأة تعالت أصوات الرصاص ومواجهة أمنية أخرى استمرت لعدة ساعات. الاشتباكات بين القوى الأمنية ومن كان يتحصن في ذلك المنزل أودت بحياة 4 من رجال الأمن ومقتل أحد الإرهابيين واعتقال الآخر. ومرة أخرى لم تكن المعالجة الأمنية في أفضل مستوياتها بحسب مختصين. أي عملية أمنية لابد أن يتكشف خيوط من خلالها، والأجهزة الأمنية الآن تتابع هذه الخيوط وتتحرك وتحاول الإلقاء على أي عناصر مشتبه بها. وبالتالي كان ما كان في غريفيلا، ولكن كذلك المعالجة التنفيذية، المعالجة العسكرية لما حدث في غريفيلا أنا شخصيا غير مقتنع وغير راضي فيه. توقع سكان محافظة الكرك المزيد من العمليات، كون منفذ عملية غريفيلا أيضا من سكانه. هذا يعني معركة شرسة، فلو استدعوا لهم 3 ضباط أو 4 وبندقيتين أو 3 اشتير صيادة واثنين 3 على البانوراما من فوق. هاجس أمني بات يعشش في مخيلة الكركيين الذين تداعوا للتشاور وتقييم الوضع. هناك إجماع من الحاضرين سواء من النواب أو ممثلي الفعاليات الشعبية أن الحكومة قد فشلت بامتياز في إدارتها للأزمة. هناك غضب شديد من أبناء محافظة الكرك على طريقة التهميش التي تم التعامل فيها مع ما حصل في الكرك، سواء عن مشاركة المسؤولين الرسميين لما حصل في الكرك ومتابعتهم للحدث أول بأول. انتهت أحداث الكرك، لكن الإجراءات الأمنية بقيت في تصاعد، وكذلك المتابعات والاعتقالات للأشخاص المشتبه فيهم. أما خارج حدود الأردن فإن تفاقم التطورات والتعقيد على الساحتين السورية والعراقية باتت تستدعي وضع خطط أمنية تتناسب معها. إحنا لو لدينا خلايا نائمة قبل هذا الحدث لن نتركه. إذا تبين من خلال هذه المعلومات التي الآن نقوم بها لن نتهاون للقاعدة ولتنظيم الدولة ولحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتحملت مسؤولية هذا الطرح. وقلت عندما سئلت هل تملك المعلومة، قلت لا، أنا أحلل، وفي التحليل الاستراتيجي أنا أفترض وجود الشيء حتى ثبات عدم وجوده. أقول هناك خلايا نائمة حتى يثبت العكس. في ضوء الأزمة والصراعات اليوم التي تحدث في المحيط وعلى الحدود الأردنية، أعتقد أنه وفي ضوء أيضا التحولات التي طرأت على أوضاع التنظيم سواء فيما يتعلق بالوضع العسكري أو بالوضع الإيديولوجي، اليوم داعش تعيد مراجعة مسألة الدولة ومسألة الخلافة، تعيد المسألة الجيوغرافية، تريد أن تتمدد ديموغرافيا. تتنوع الثغرات والأساليب والأهداف التي تتبعها التنظيمات الإرهابية التي تعلن عن تبنيها للعمليات الناجحة، في حين تتحفظ القوى الأمنية عن الإعلان عن نجاحها في إفشال عشرات العمليات الإرهابية الأخرى. خلينا نكون منصفين، هناك العديد من العمليات الإرهابية تم إحباطها قبل أن تحصل. أي حدث يحدث على الجغرافيا لأي دولة هو خرق أمني. الخرق الأمني حدث. للأسف الأردن اخترق أمنها خلال 2016 4 مرات.
بينما من 2005 إلى 2015 لم يخترق الأمن الوطني الأردني. طبعا المقاربة تبدو مزعجة، ولكن كثرة الأحداث، كثرة الخلايا النائمة، كثرة الذئاب المنفردة، كثرة التهديدات والتحديات للأردن، هذا لا يعني أن الأربع حالات هي التي حدثت في الأردن. يمكن أن يكون هناك أضعاف هذا الرقم أجهض وألقي القبض عليه قبل أن يظهر للعلن. يوجد نسبة ربما بالآلاف من المتعاطفين مع داعش، لدينا أيضا تيار معروف سلفي جهادي بأعداد ربما تتجاوز أحيانا 8000 أو 7000، لكنه مستوعب من قبل الأجهزة ومراقب ومتابع، لكن الأردن يبقى هدف. كشفت الأحداث في محافظة الكرك الأردنية الكثير من المعطيات الداخلية للمجتمع الأردني والثغرات الأمنية المحتملة، إضافة إلى أهمية وضع آليات للتعامل مع المستجدات في المحيط الجغرافي الملتهب. كما كشفت تلك الأحداث عن مدى تعاضد المجتمع الأردني بكافة أطيافه في الوقوف في وجه تلك العمليات والتصدي لها جنبا إلى جنب مع قوات الأمن. منذ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الأردنية عمان عام 2005، شهد الأردن عقدا كاملا كاد يخلو من أي عمليات إرهابية. وفي عام 2016 تعرض الأردن لأربع عمليات إرهابية كان آخرها في مدينة الكرك. هدي المجالي، سكاي نيوز عربية، الكرك.